جملة مهمة جدا، قال لك اللي رحنا روسيا والقاعدة عندنا وحشة، وانت سافرت عشان تقف جنب منتخب بلدك. مش هنتكلم في نتائج والكلام ده، لانها قصة ادارات وتخطيط وبتاع، ده مش بتاعك كجمهور. فجمهور دورك تشجع وبتشجع ناديك او تقف جنب ناديك. انا هنا هسألك، اتعاملت ازاي تمام في روسيا؟ لا انت داخل الاستاد الاول، انا بس عايز اشكر المجموعه اللي هي كانت طالعه باسم رابطه مشجعي مصر، مجموعه محترمه كلها، الاهلي والزمالك وجميع الانديه المصريه، وكنا سعداء كلنا ان الناس على مستوى العالم بيقابلوا الخواجه يوقفوه عايزين يتصوروا معاه. وانا راجل اتحاداوي واسكندراني، ولكن ده زملكاوي وده اسماعيلاوي واهلاوي، وكنا من كل الانديه الشعبيه، كنا بنبقوا فرحانين والناس بتوقف الخواجه تتصور معاه، كنا احنا بنروحوا نقفوا جنب الخواجه عشان نتصور معاه. فدي كانت البدايه، كانت بدايه جميله، وكانت المجموعه بصراحه مجموعه محترمه ومجموعه ملتزمه، وشرفت مصر في روسيا. وطبعا انا بشكرهم بصفه رئيس رابطه مشجعي مصر. لكن اللي احنا شفناه بقى كابتن هناك، احنا شفنا حاجات جميله جدا، شفنا العالم كله كان موجود في منطقه ممكن تجمع فيها 20-30 ألف متفرج. ال 20-30 ألف متفرج دول على مستوى العالم، انت فرحان لبلدك وانا فرحان لبلدي، وعادل كنا بنبدلوا التيشيرتات القمصان، ندوهم هدايا ويدونا هدايا، فكانت العمليه جميله. عند الاستاد بقى المجموعه بصراحه كانت محترمه جدا، كلنا كل واحد عارف التذكره بتاعته فين، مكانه فين، كنا طالعين للاوامر بتاعه الدوله المضيفه طبعا، وهم في نفس الوقت كانوا مذللين كل العقبات لكل واحد مشجع رايح يتفرج على الملعب. وكانت الجماهير المصريه بصفه بقى خاصه كانت جماهير مشرفه جدا، احنا كنا بنتفرجوا جوه الملعب حاسين ان احنا بنلعبوا في مصر، من كتر الفرحه احنا بقينا نعيط، وكل دول مصريين في الملعب، فالحمد لله. هروح لعادل واساله سؤال مهم جدا، لان كان عادل معانا في مداخله في اول حلقه. طبعا انا فاكر كلامك كويس جدا، بس اللي انا عايز اسالك فيه، ليه مثلا نروح نلعب السوبر مثلا اهلي وزمالك يبقى في التزام انضباط في التشجيع وفي الدخول ومفيش اي مشكله، نروح روسيا نشجع ونمسك علم مصر ونقف جنب منتخب، واول ما نيجي هنا بسرعه الصاروخ نخوف المسؤولين اللي ما يقدرش يرجع الجماهير؟